مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا أمام محكمة الزجرية بعين السبع عبد الله البيضاء في الموضوع ديال الليلة، والمحامي لجوج المغاربة متبع القصة ديالو. جوج دعوات قضائية، الأولى كتتعلق بالاجتماعية اللي فيها النسب، وكذلك الدعوة الثانية اللي فيها جناح وأمور أخرى. غادي نشوفوا مع الأستاذ زراش في نوصلوا الدعوتين. إذا كان ممكن أستاذ في نوصل الدعوة الأولى ديال النسب. الملف الاجتماعي تأخر جلسة 29/3. علاش؟ أولا هما تلاو ثلاثة المذكرات، المذكرات الوضعية، مذكرة ديال طعن الزور، مذكرة ديال ما عرفت أشنو كاع، ولكن حنا بالنسبة لنا القضية اعتبرناها جاهزة، والمحكمة قررت باش تحيل الملف على السيد وكيل الملكي يدلى بمستنتجاته طبقا للقانون. هذا التأخير قانوني منصوص عليه في القانون المستعار المدنية. هذا من جهة، من جهة أخرى تلاو بشهادة طبية ديال المطلوب في الدعوة، ولكن هذا ما تيشفع عليهش لان فاتح دار وكاين الدفاع ديالو ممثل بواسطته وما بغاش يستجب لاجراءات الخبره، وما يمكنش هذه الامور هذه تبقى مجرجره في المحكمه الى ما لا نهايه بهذا الامر هذا. وبالنسبه لجلسه اليوم في الجنحي كما لاحظتي حنا دلينا بشهاده، ماشي شهاده طبيه، اتيستاسيون دو سبيتاليزاسيون، وانه عندها واحد المضاعفات خطيره في الصحه ديالها، بالاضافه الى الحاله النفسيه ديالها. وكنبغي نخبرك بالخصوص على انه يتم الاستماع اليها من طرف طبيب مختص في المجال النفسي اللي هو تابع للمجلس الوطني لحقوق الانسان لجهه الدار البيضاء. اذا طلبات التاخير ديالنا حنايا في الجنحي كانت مؤسسه ومعلله. هما في النسب ما تيحضرش وما ارتاتلش وما مشاش. الاجتهادات القضائية راه معروفة متواترة في هذا الباب. حنا عندنا ثقة في القضاء، رجعنا للمحاكم أو للمحكمة من بعد ما انسحبنا في الجلسة الفارطة لعدة مسلكيات وسلوكيات. رجعنا ليكون أن المؤسسات ديالتنا تواصلنا معها، والمحكمة مشكورة أمنت العمل ديالنا، وحنا ولاد المؤسسات احتراما للقضاء، احتراما لمؤسسة النقيب الممارس طاهر موفق، احتراما للأستاذ النقيب عبد الله عدنان، احتراما للأستاذ النقيب مرتضى، رجعنا من بعد ما يعني يعني توفرت لنا مجموعه من الضمانات المهنيه والقضائيه باش نديروا عملنا طبقا للقانون، باش المشتكيه تحد ما حدها الله وما تعتقدش انها الى دارت مساطير في مواجهه اي منا راه حنا غادي توقفوا على هذا الملف ديال الدفاع على حقوق ومصالح السيده ليلى الصغاني وبالخصوص الطفله نور. اعيدكم ومن خلالكم متتبعين اللي تبناو هذه القضيه اننا لن نتخلى عن هذه السيده. المحامي ديالها يعني شي حاجه اللي قالوا الله يجزيه وضعها الصحي ورساله. شحال هي في المستشفى دابا تقريبا؟ من نهار الجمعه من لودوز التقديرات اللي ممكن يقول الطبيب ما عرفتش غدا او بعد غدا. وحنا على كل حال ما تنتهربوش، بالعكس هنا باغي الحقيقه القضائيه. قضائنا حنا مؤمنين باستقلاليته، مؤمنين بالحكمه والتبصر ديالو بانه غادي يرجع الامور الى نصابها. وبطبيعه الحال حنايا في الجلسه ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني غنكونوا حاضرين. مازال عندنا الاعتراض على الاستماع للصحفي بلا ما نذكر الاسم ديالو احتراما له واحتراما لقرينه البراءه. وانتم كصحفيات وصحفيين كتعرفوا بانه المسائل التي تعطى لك من طرف الشخص اللي كيأمنك على واحد لافير كتكون مساله ديال مرتبطه بالسر المهني. التاريخ ديال تسجيل الاستاذ 29/3. شكرا لك استاذ الكريم، وهذه هي اخر تطورات في الجلسه لا الاجتماعيه ولا الجنحيه. حاليا ليلى كتقعد في مصحه خاصه، غادي نتبعوا مع الاستاذ زراش الوضع الصحي ديالها. وفي الاخير القرار فيما يخص الملف الاول والثاني بيد القضاء. مشاهدينا الكرام،
تعليق المواطن. شكرا لكم.